يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل هل المؤمن يسرق؟ قال نعم. فقيل وهل يزني؟ قال نعم. فقيل وهل يكذب؟ قال لا. هل هذا الحديث صحيح وما معناه حفظكم؟ نعم، الحديث صحيح، ومعناه أن المؤمن لا يكذب، ما يكذب إلا المنافق اللي فيه نفاق، الذي فيه خصلة من النفاق. أما المؤمن الذي ليس فيه نفاق فلا يكذب أبدا. نعم.